اليوم نحن بهذا العمر ونحن كبار، نحن عم نشعر بظروف جدا قاسية، ظروف الحرب، الأجواء العامة، الأجواء الاقتصادية الصعبة. قديش صعبة هي القصص يا ليلى علينا؟ تماما يا رشا، اليوم قديش عم تأثر وخصوصا على الأطفال. يعني اليوم عم نشوف هالمشاهد على شاشات التلفزيون، على شاشات الموبايل. نحن يعني ما تماما ما عم نقدر ما نشوف هذا الشيء. بكل لحظة بتفتحي الموبايل بتشوفي خبر. حتى يمكن الأطفال اللي عايشين بحالات الحرب بالمناطق اللي فيها حرب، هدول يمكن الأطفال عم يتعرضوا لصدمات نفسية ويمكن جسدية عم تأثر فيهم للمستقبل. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة فاتن نظام، دكتورة مدربة. تسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة فاتن، نورتي صباحنا لليوم. حضرتك يعني خبرة ودكتورة بالعلاقات العامة وتنمية مهارات الحياة. السؤال المهم والدائل اللي احنا كلنا اليوم عم نسأله، نحن كيف عم نقدر نعيش ضمن الظروف الحالية؟ صحيح، نحن المقدمة اللي تفضلتوا فيها هي حياتنا بتأثر كتير، قلتوا قلق، توتر، ضغط، تماما. فنحن للأسف الشديد نحن صايرين هذا حياة يلي هو من وقت ما نفتح عيوننا أخبار وتواصل وطول الوقت. فأنت بلحظة من اللحظات صار عندك النوع الضغط النفسي اللي هو كتير عالي، وهون بصير في عندك الجهد الأكثر أنه أنا كيف بدي أضبط نفسي، تمام؟ لأنك أنت هما تصير في عندك طول الوقت ضغط وقلق وتوتر، فأنت بصير في عندك نوم يمكن من الغضب، الستريس العالي، الانفعال الفجائي اللي أنت فجأة عم تنفعلي على يمكن من حواليك بتنفجي، وحتى على الأطفال مثل ما تفضلت على كلمة الأطفال. فنحن هذا الضغط الكبير، هذا الشحن، خلينا نقول الشحن السلبي عالي جدا جدا، هذا بده يكون له أخطار أكيد على سلوكياتنا، على نفسيتنا، حتى على أمورنا الجسدية. أنت عم تلاحظي أنه عم تصير في عنا آلام فجأة بالعضلات، عم تصير في عنا. والله أنا مضيعة الدكتور فعليا. ليش؟ لأنك أنت طول الوقت ستريس، طول الوقت توتر. فنحن دائما بنقول نحن ضرب عندك الأمور النفسية، فهو بالفعل هو بصير عندك أمورك السلوكية التوتر. حتى يعني أنت حدا بده يحاكيك فبتحسي حالك انه حتهجمي تماما، بمعنى العامي نبرتي بوجهه بلا سبب. يعني تماما، يعني هي بقول لك ليش شوفي ليش قد عم تعيطي او مثلا عم تخانقيني، تماما. صح. هو مو قصه عم نخانق، ولكن من كثر الضغط، من كثر الستريس، ما عاد في عنا يمكن الترتيب حتى اسلوب انفعالاتنا، يعني ما بتكون بطريقه صحيحه او بطريقه سليمه. فنحن هذا الكم الضغط، طيب اوكي انا هلا عبي الكاسه، يلا يلا يلا، شو اخر شيء بده يصير؟ بتتفور، بدها توقع. فانت بنفس الوقت نحن هيك عم بصير، وما بيكون في مجال الاكسجين او التنفس، او انا كيف بدي طلع حالي، لانه الكامل البيئه والمحيط وداخل البيت وخارج البيت عم بحوطنا بهذا الضغط، الستريس العالي اللي هو عم بنحس انه ما بقى نتحمل لا نحن ولا الاخرين. ومثل ما قلتي انه نحن على نكبرنا، بس بالفعل خلص وصلاني لمرحله ضغط عالي جدا، فانت بدك تتحمل، ما عاد تقدر تتحمل. تحسي انك عم ترجعي تتحملي، يعني بدك غصب، بدك انت انه انت بدك تتحملي لانه في عندك ناس بدها المراعاه. صحيح. يعني انت فانت عم تتحملي ضغط دبلين مشان هيك. صحيح. طب اليوم اذا بنحكي اكثر عن الاثار النفسيه بالنسبه للاهل وايضا بالنسبه للاطفال، اليوم الاهل عم بيشوفوا الاخبار سواء على التلفزيون او على شاشات الموبايل، اليوم ما عم يقدروا ما يشوفوا هذا الشيء. حتى الاحاديث قدام الاطفال، يعني احنا عم نشوف الاطفال صاروا عم يحكوا بهي الامور، عم يتاثروا. صح. عم يروحوا على المدرسه عم يسمعوا كمان حكي، عم يقعدوا بالبيت من الاهل والجيران، دائما هذا الاحاديث المتداوله اليوم قديش عم تاثر على نفسيه الطفل. هلا نحن بتحسي حتى الطفل طول الوقت صار عنده مفردات. شوفي نحن بدنا ننتبه كثير، نحن بدنا نقول نحن جو البيت مشحون، عندي مفردات طول الوقت، كلمة حرب، دم، موت، موت، تمام. فأنت هاي شو صار في عنا؟ كلات عم يصير عندي تدهور سلوكي وحتى كألفاظ ومفردات سلبية. نفس الوقت ما أنت تصير في عندك هذا الجو، أنت حتى الطفل صار عندك أنه عنيف شوي، عنده عدوانية شوي، وبعدين عنده مفردات كلمة الانتقام وبدنا نقتل، تماما. حقيقة هذا الشيء اللي هو بيصير عندك الشحن السلبي اللي حتى عندك بحسيه للطفل، بتطلعي فيه يا بحب ينعزل، تمام،
انه انا ما بدي بدي انعزل، يا انه هو بصير في عنده النوبات للغضب الفجائيه بتسارع، يعني عندك نوعيه التكسير وبصير كل شيء استسهال، يعني بعيط لك انا بدي عيط، بده يجن لك انا هيك بدي اعمل، هي السلوكيات اللي هو ما عاد في لها اي ضوابط حقيقه انه انت بتقدر تضبطي. الاثر اللي هو على الاهل، وانا هون بدي ركز على كلمه الاثر، ديروا بالكم هي مو فكره انه انها مثلا خلصت مثلا وهي الحرب مثلا او هي الضغط الحرب هو ممكن مشكله وهي حتنحل وحيمشي الحال، ولكن هو اثارها النفسيه كثير كبيره وطويله على المدى البعيد، لانه هو اخذها حسب المرحله هو عم ياخذها، سواء كان هو طفل فهو عم هلا عم يطلع فهو عم ياخذ عم تزرع فيه بهي التصرفات او السلوكيات، اذا كان سن المراهقه انت هو اخذ كمان أسوأ اللحظات، فانت بدك كثير بالك تماما على ان الاثار هي ما بعد الصدمه وليس اثناءها. شو هي الاثار بعد الصدمه؟ الاثار اللي هي ممكن كثير هو يصير في عنده الملل الغريب من انه ادرس اتعلم، يصير عنده نوع التمرد العالي، يعني انه ما بدي مشان شو بيقول لك اه، بعدين هو بصير بيختار لك كلمات اللي بيستفز، تمام؟ مشان شو بدي اتعلم؟ مشان شو بدي يصير؟ تمام حتصير حرب خالصين تماما، هي المفردات انت اول شيء حتتلقيها وانت اساسا بحاله شعوريه صعبه وانت متضايقه، فانت حت سمعناها على استنزاف كثير، بيستفزك بطريقه كلمتين فانت بتبلشي العياط وبتبلشي الخناق، بالاضافه اللي هو بصير في عنده القلق الدائم وسواس، القلق انه انا بدنا نعيش ماما بكره شو بده يصير معنا كذا، تمام؟ حاله خوف، حاله خوف، رهاب عالي، تمام؟ حتى بصير في عنده رهاب اجتماعي، ينتقل من رهاب اللي هو بصير رهاب اجتماعي من الافراد من الاشخاص انه انا لا لحالي بكون هي بخاف من الوحده تماما، بصير بيرجع طفل بحاجياته حتى يعني تماما، لانه هو بصير في عنده هو شوفي في عنا مثلث اسمه مثلث ماسلو اللي هو هذا الهرم، هو في عنا الاحتياج من ثاني احتياج الاساسي هو الامن والامان، ما تنفقد هذا الامن والامان فهو رجع مره ثانيه الى اول قاعده اللي هو الاكل والشرب والنوم، يعني بصير بيقول لك بدي اكل، بدك تطعميني، بدك تدلليني، تمام؟ ليه؟ لانه هو بحاجه للامن اللي انت بدي اياه تعطيه انت، تمام؟ فهو هون بصير في عنده الاحتياجات بتبلش تتقل، صح، وبصير في عنده الاحتياج، انت بتقولي انت مالك صغير، انت شاب، انت مالك بالعاده، لا انا ماما بدي هيك، تماما. فبتنزل عنده الاحتياجات لانه فقد شيء كثير مهم هو الامن والامان، ما عاد عنده الاستقرار الحقيقي لشخصيته، ولانه خلينا نقول بكره افضل او بكره احسن او نحن شو شفنا على هي الكلمه، نحن شو شفنا، تمام؟ فانت صار عندك كيف بدك تقدري تقنعيه اصلا بهي الكلمه يعني؟ لانه بقول لك انه انا ما شفت شيء، انا كل يوم عندي قصه، صح، كل يوم عنا، تماما. فانت هون الفعلية ما تفضلتي وقلتي على الشحن كامل بالبيت الاخبار، ما علي انا بدي اقلل ساعات الاخبار، ما علي نعمل شوي كنترول لحالنا، يعني اوكي تابع الاخبار بتقدر على التليفون، ولكن هي فكره الاخبار نحن عم نشوفها على الشاشه الكبيره على التلفزيون، بنشوفها اكثر يعني غير انه كخبر، نحن نشوف التفاصيل طول الوقت، فانا بقلل شوي من الساعات الحضور التلفزيون لانها بتعمل توتر، صوت، اصوات، من هون كلمه، من هون تعليق، فانت هون طول الوقت غير الاتصالات غير تماما غير السوشيال ميديا، فانت هون شو صار؟ جامعه يعني انت هون كنتي اول شيء السوشيال ميديا موبايلك، انت بينك وبين حالك عم تحضري، لا عم يجيبوا لنا كهرباء كثير يعني مشان نحضر كلياتنا مع بعض. طيب اليوم وقت اللي عم نحكي عن الحرب والصراعات، وخلينا نبلش من الاساس من الام والاب، الاب اليوم نحن كيف قادرين، ذكرتي بعض الخطوات انه نحن نحصن انفسنا كرمال نحن ما ناثر سلبا على اطفالنا، انه نحن نبتعد شوي عن الاخبار او ما نفرجيهم، قد ايه اليوم الانشطه مهمه ناخذهم اي مكان ولو حديقه ولو قصه ولو اي شيء؟ انا بدي شدد على كلمه الحديقه، يعني انا ما اخذهم على مكان مغلق، ما اخذهم على مول، تمام؟ انا اخذهم على حديقه مشان الاكسجين، لانه نحن قد ما هو ضغط حتى اسلوب التنفس اللي عم بيكون عند اولادنا بتلاقي هو شعوره بتلاقيه بتقول لك انا ما عم بقدر اخذ نفس، لك شو ما عم تقدر تاخذ نفس، لك انا ما عم بقدر اتنفس، لانه هو حاليا
وحقيقه الضغط النفسي هو بيعمل لك عجز وضيق بالتنفس، يعني انت بتحسي انه في كانه بلاطه تماما. فهو من الاساسيات انه انا بدي ادعمه باللعب، بدي ادعمه بالحديث، وانا هون بدي اكد على كلمه الدعم الكلامي والحديث والحوار مع الطفل. انت الطفل هو عم بيشوف كل شيء، وهو ماله صغير، وهو واعي، وهو مدرك بكامل القصص، حاكيه مثل ما هو بيفهم، مثل ما هو شاف، بالمفردات الحقيقيه، ولكن بقلب المفردات. يعني بدل ما نقول انا موت، انا بدي اقول نصر، انا بدل ما اقول انه والله في ظلم، لا بقول لا، بدي تطلع كلمه الحق. هي الكلمات هي عباره عن اشعار هذا الطفل بمشاعر ايجابيه، فهو ما بيقعد بتطلع انه هو في دمار، تمام؟ فانا عم بستبدل المفردات بالشيء السلبي الى شيء ايجابي، انا ما عم بضحك عليه، ولكن انا عم بقوي له مناعته النفسيه، لان اذا انت طول الوقت عم تعطي مفردات سلبيه وعم تقحمي بقصص هو ما دخله فيها، واساسا هو ما لازم يسمعها، ولكن شاء من شاء وابى من ابى، فهو الاب والام موجودين وهن احاديثهم، فما عليه، عم تعملي انت وظيفتك كام وكاب، غيروا المفردات بطريقه ايجابيه ليحس ابنك انه بكره الشمس طالعه والامور بخير وتماما. فهي جدا مهمه، لان الاساليب الايجابيه حقيقه الكلمات هي الكلمات مؤثره، وبتساعدنا على سلوكيات مؤثره بحياتنا لنقدر نتابعها بالطريقه السليمه بدون امراض وبدون وساوس وقلق وتوتر وامراض بالمعده. دكتوره بتحسي انه انت اليوم تعبانه جسديا، ولكن هو تعب وهمي، يعني هو منشأ نفسي وهمي، انت اليوم ما انك بحاجه لتزوري طبيب، يعني نفسيا اثر على الجسد عندك. شوفي عزيزتي، هي شغله كنا الواحد بده يفش قلبه بيروح لعند الدكتور، انه بركي بتلاقي لي شي شغله، يعني بهدالي شوي انفعال، ولكن هي فعليا هو بس هي الافكار تتغير بالطريقه السليمه بسببها نفسي، يعني اليوم وبعدين نفسي صداع او تشنج بالقولون او انا شوفي لك شغله، احيانا نحن الامور النفسيه وبصير عندنا امراض جسديه، انت عندك حاله معينه تضايقتي بشيء نفسي انت لحالك، ولكن نحن هلا عندنا المحيط كامل، يعني انت بيئه كامله، مجتمع كامل، صح. اخبار وين ما عم تروحي نفس الاخبار ونفس الحديث وشو صار وشو جرى تماما. فانت اذا هربتي على البيت انت عم تسمع بالبيت، تطلع لبرا نفس الشيء. فنحن عباره انه ما بدنا تقترحي حالك بدك تصحي شوي، نعمل فصل شوي. يعني اوكي خير ان شاء الله، شفنا كثير هلا، يعني عشنا شوفي نحن هلا عندنا امتحان صغير، هلا اخر امتحان ان شاء الله، وان شاء الله بننجح اذا الله راد. ان شاء الله اذا بدنا نحكي اليوم دكتوره عن اهميه الدعم النفسي، وذكرنا نقطه منيحه وحكيتي فيها حضرتك انه اليوم وقت بيكون الاهل بحاله توتر وحاله عصبيه، اليوم رح ينتقل للاطفال، اليوم قديش مهم الدعم النفسي نبدا من الكبار لحتى ينعكس على الاطفال، قديش الاهل بالبدايه بحاجه لدعم نفسي؟ اول شيء الدعم النفسي هو الصاحب ساحب، يعني نحن من الاشخاص اللي حوالينا، اللي هي تبدا انه بالاشخاص اللي نحن بنقعد نحن وياهم ندعم بعضنا بالطريقه الايجابيه، يعني نحن ما بنرهق بعضنا، يعني مثلا انت مثلا اي حديث بتلاقيه انه بلش تنزل المستوى الراحه اللي عندك او صار عندك ضغط معين، فحاولي تطلع منه لهذا الحديث. اذا عندك دائره معينه عم بس هي عباره عن استهلاك، وفي عالم هي ما بتصدق قد هي بتحب نقل الشائعات السلبيه بطريقه، يعني اذا انت ما شفتيها على الواتساب بتبعت لك على المسج، المهم توصل لعندك الخبر السلبي حقيقه. هي الشائعه مثلا هذا الشيء السلبي، انت طب في ناس هي بتتحمل اكثر من ناس، في ناس هي ما بتعرف تستوعب القصه انه شو صاير. وبعدين مثلا اذا انت رن موبايلك الساعه 2 الصبح انه عم او حدا عم يبعث لك خبر او قصص انه شوف شو حيصير كذا، هذا كله انا برد بقول مين مات شو صار، تفرج على التليفون، شوفي هلا الكلمات، يعني ما بقى يعني انا حدا يدق لي الساعه 2 بالليل يقول لي رشا كيفك، اكيد لا، هو اكيد لا، بس هي الفكره انه ما ضروري هالقد يكون عندي الخبر السلبي ينتشر بهالطريقه، ما بصير. يعني انت مثلا خلص بعته او انا ما شفته، ما ضروري اني ابعث لك اياه رشا، ما ضروري ابدا ابعث لك الساعه 3 4 الصبح تعملي لي رهاب نفسي وجسدي، ديري بالك او ما بعرف شو. فانت هون انت كنت بقلق، صار عندك توتر، اكتئاب، كآبه، انت بلحظه من اللحظات بصير عندك رفض للحياه، انا شو عشتي؟ بعدين وين بروح؟ هي تماما. فانت هون هذا الضغط هو حسب اللي حوالينا، فانا بدي ادعم، كلمه الدعم ايه، انا بالفعل انا بدي اشوف الاشخاص الداعمه اللي هي ممكن تساعدني شوي لنغير جو، وانا ما ضد انه نغير جو، ايه طبعا نحن بحقنا نغير جو، نغير احاديث، يعني ما في مشكله، ما حدا يقول لي انه امور تافهه، لا، بس انا كمان بحاجه الى اكسجين.
المزعجين، يعني انا بتابع كل القصص، ولكن في عنا كم ساعه هو انا اتجاوز هي القصص كلياتها، شوف رفيقتي، كلمه داعمه، شو عملتي، شو ساويتي، وكل يوم له يوم، يعني انا بمعنى انه خلص اتركونا بكفي شوي اشاعات وقصص، يعني مثلا امبارح او اول امبارح اجاك خبر بتحسي انه خربت الدنيا، صارت الدنيا سواد وانه انتهت الحياه تماما، فانت هون انه لا حول ولا قوه، انه انت وين رايحه بطريقه الاسلوب الخبر. نعم. انتبهوا كثير على اسلوب نقل الخبر، وارحموا الاشخاص، لانه في عالم عن جد ما عم تتحمل، ومو كلياتنا متحمل بالطريقه نفسها، في عالم هي عم تتخذ هلا اللامبالاه، وهذا جدا عم ينشغل عليه بشخصيه اللامبالاه، صار القصه خير ان شاء الله، هذا بيكون حقيقه هو ماله صحي، مشان يكون بالصوره هو ماله صحي، ولكن هن عم ياخذوا اتخاذ سلوك جديد انه شو ما صار يصير تماما. ليه؟ لانه هذا اكيد هو صاير عنده صدمه كثير قاسيه، فهو صار عنده اللامبالاه، لانه شو ما صار فعنده برود بردات فعله سواء الإيجابية أو السلبية حتى. طيب دكتورة فاتن، اليوم إذا بدنا نرجع بالذاكرة، رح نرجع لذاكرة وأرشيف 14 سنة من الحرب على سوريا. صح. كبرت الأطفال واسمهم اليوم يعني أطفال الحرب، والحرب بعدها مستمرة، وإن شاء الله بالنصر للمقاومة. آمين. هدول الأطفال دائما بحاجة للدعم، وحكينا نحن عن خطوات وأساليب، ولكن إيمت أنا بشعر أنه أنا طفلي صار لازم أخذه على مختص، أنا اليوم ماني قادرة أني أتصرف معه بالشكل الصحيح لأنه أنا صحيا ماني صح. تماما. يعني نحن بدي أول شيء نأكد على كلمة أنه الاختصاصي أو الطبيب النفسي ما له عيب، ديروا بالكم، هو لازم إذا في عنا حالات اضطرارية بدك تروح لعنده تماما، وهو ممكن كتير يعطيك العلاج الدوائي او العلاج السلوكي المعرفي، فهو عندك هاي المجالين. انت نحن بنروح لعند الطبيب وقت انا عن جد انا اشوف ابني هو عم تدهور صحته تماما، لان هو بيكون امور نفسيه، بعدين بتصير في عنده اضطرابات بالاكل، اضطرابات بالنوم. نعم. اضطرابات بالوساوس الكثيره، الكوابيس اللي بتصير بشوفها، بقول لك انا ما عم بتحمل، بصير ببكي فجاه، بعيط فجاه، نوبات الغضب، هي كلياتها اسمها اضطرابات كثيره، يعني انت بصير في عندك الاضطرابات بتجمع اكل ونوم وقلق وطول الوقت، فانت صار في عندك جميع الاضطرابات، معناتها هون شو صار؟ هو بحاجه لطبيب. انا مثلا اذا اضطرابات الاكل بس لحالها ممكن الام تقدر تعالجها شوي شوي، تدخلي له مثلا مواد معينه، تخففي المواد معينه، اما مثلا انا بده يضرب كل، يصير في عنده كل الاضطرابات كلها مع بعضها، فهون صار ابني انا هو بحاجه حقيقه لاخصائي او لطبيب نفسي، انه هو يشوف شو وضعه وباي مرحله وين تصنيفه بالضبط، لانه في عندنا شده لكل حاله، وكل واحد لها علاج بالطريقه السليمه. فانا هون بدي انتبه على ابني، ولا حدا يستهتر، يعني هي الفكره انه مثلا انه يلا مكتئب، لا تخلوا مفردات، حتى هي المفردات انه والله مكتئب بيومين، يعني انت بتصفني انه ولد عمره 5 سنين بيقول لك انا والله اكتئاب، لا بيقول لك انا والله مكتئب اليوم، لك شو مكتئب انت، يعني شو 5 سنين عمرك انك مكتئب. تمام. فهون النقطه انه الاسلوب، انه شو يعني مكتئب ماما، شو يعني مكتئب، لك انه انا مالي نفس، انا لا خلقي، فهو حتى فهمان انه هو شو القصص اللي عم بتصير معه، فهون فورا بدي طلعه، بدي اعمل له دعم اجتماعي وجماعي، يعني انا كلمة الجماعي، يعني انا بدي اخده على مع اطفال مثل حكايته، روحوا يصير في عندهم دعم باللعب، بالحديث، بالقصص اللي هنا بيعملوها، بمعنى انه ما خلي انه انا حسسه انه انت مريض، انت فيك شيء، لا انا بعمل، بنشتغل حسب الاضطراب تبعه بامور جماعيه، اطفال من عمره ليلعبوا يحكوا، وخليهم يعبروا عن مخاوفهم، يعني مو انه اسكت بلا هالحكي، لا خليه يعبر عن مخاوفه، من شو خايف بالضبط؟ ماما انت خايف من شو؟ الان خايف، تمام؟ خليه يعبر صح، مشان هو انت تستفادي بعدين منه، مشان ما يصير في عنده لا سمح الله اضرار كثيره واضطرابات كثير. تمام. نرجع للنقطة، نرجع للنقطة الأساسية، لما بيكونوا الأهل بحالة نفسية جيدة أكيد هذا الشيء رح ينطبق على الأطفال والعكس صحيح. اليوم نشرات الأخبار السيئة، الحروب، اليوم هل كل الأشخاص اللي عم يتابعوا فعلا هذا الشيء بيتعرضوا لتوتر، ولا في أشخاص عادي ما بيتعرضوا لهذا التوتر الكبير؟ لا، في أشخاص أبدا ما بتعرض لهذا التوتر، على فكرة فينا نقول متكيفين على هذا الشيء، مو بس التكيف أو تعودنا، مو متكيفين، ممكن متقبلين،
ممكن انه حواقع، ممكن انه هي حاله وحتمر. وهون الفكره الاساسيه انت للعلاج الافضل انه هي مرحله بتمر. بس يصير في عندك ما في شيء بالحياه انه هم للاخير وحزن للاخير وطول العمر نفس القاعده، في شيء اسمه بده يمر، كل مر سيمر، هي جدا مهمه. اما بدي انا اكون انه انا خلص سكرت حياتي كلها بالسوا، وخاصه ما حيمشي الحال بالظروف الحاليه، ما حيمشي الحال. يمكن العلاج البتر هو الافضل، يعني نحن على محك، نحن اليوم بايماننا بقضيتنا بمقاومتنا، صح. فان شاء الله بالنصر، وهو النصر اللي هو حيعطيكي حقيقه انه انا تاكيد انه نحن مكملين ونحن ان شاء الله اذا الله راضي. شكرا دكتوره فاتن لكل هي الاطلاقه الجميله اللي اعطيتينا اياها، ولكل النصائح اللي اخذناها من حضرتك لنقدر نحسن انفسنا واطفالنا. شكرا لحضورك. شكرا. اكيد شكرا لكم، نتمنى دائما السلامه للجميع، للاهالي وللاطفال، وتمرق هي الفتره دائما على خير، ويكونوا دائما بصحه نفسيه وجسديه منيحه. شكرا لك، بقيه نهار حلو لك. شكرا، يعطيك العافيه.